لقد آن الأوان لتصحيح ذلك الخطأ. بهذه الكلمات أعلن كيري سيمونز وزير خارجية دولة باربادوس وهي إحدى دول منطقة الكاريبي الاعتراف بدولة فلسطين. سيمونز تساءل في بيان أصدره اليوم عن كيفية تطبيق حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن قرار بلاده لن يؤثر على علاقتها مع إسرائيل. Barbados itself has never recognized the state of Palestine. And therefore, there is an incongruity, an inconsistency, because how can we say we want a two-state solution if we do not recognize Palestine as a state? So we have, I have taken to cabinet the necessary paper in order to allow us to formally recognize the, I think, error that we have made through the years and to correct that. And now we have formally reached out to the state of Palestine to signal our intention to formally recognize them as a state. إعلان باربادوس يأتي في وقت أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستتخذ خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسبقه في ذلك رؤساء وزراء إيرلندا ومالطا وسلوفينيا الذين أكدوا مناقشتهم الاستعداد للاعتراف بفلسطين. وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت عدم التوصل إلى توافق بشأن مشروع قرار قدمته الجزائر حول حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد فيتو أمريكي أثار إدانة عربية ودولية واسعة.